الحساس، شوط القوة وشوط الإثارة، شوط الخنجر. بالفعل متابعينا الكرام، المنافسة إلى الأمتار الأخيرة ما بين سلام وما بين العابر، ومن أين أتت خيرة؟ أتت في الأمتار الأخيرة خيرة بشعار سيف بن محمد بن زايد الخيارين. ويا سيف قل لي كيف طعم الناموس مع الأمتار الأخيرة؟ والخنجر يغادر إلى أبناء دولة قطر في شحانية تميم ودوحة حمد. أهنئهم، والثانية موصولة لجابر بن حمد بن جفين. متابعينا الكرام، أتواصل مع حضراتكم في اندفاعي ثاني الأشواط، ولا أستطيع نسيان الشوط الماضي وماذا جرى مع الشوط الماضي، ولكن أتواصل مع هذا الشوط الذي يحمل في طياته درع و50,000 درهم. أتمنى أن أشاهد منافسة قوية كما تابعنا وتابعتم عبر قناتنا أبوظبي الرياضية الناقلة لهذا الحدث الكبير. هل من مفاجآت؟ هل من أسماء قوية؟ هل هنالك من اختيار موفق في الأمتار الأخيرة؟ أتابع مشاهدينا الكرام أولى المراكز في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أتواصل مع حضراتكم في هذا الشوط الرئيسي لأتواصل مع أول المراكز في هذه اللحظات. يتواجد مودع مع المركز الأول لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان، يتواجد مع المركز الأول. يتواجد علي بن أحمد الصديق في عملية التضمير. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام، من يتواجد مع المركز الثاني؟ ممتاز، عوض بن حمد بالدحبة العامري مع المركز الثاني. مشاهدينا الكرام، في شوط ممتاز للغاية ومهرجان ممتاز بشهادة الجميع، بشهادة العشاق والمتيمين بحب هذه الرياضة العربية الأصيلة. والذي نجح بهذا المهرجان هو المنافسة الحقيقية بين الأشقاء، وهذا التواجد المشرف الذي دائما وابدا ما نعتز به من قبل سيدي سمو الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، الذي يتابع المنافسة الحقيقية وكيف يذهب الخنجر وكيف يكون التسلل وكيف يريد المحبين تسجيل الأسماء في منتصف ذلك الدرع بحروف من ذهب. المركز الثاني بطاش عبد الله بن ربيعان السبيعي مع بطاش مع المركز الثاني في شوط للبطش والعنفوان. بطاش مع المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الكرام، يتواجد راهي محمد بن منصور الخيارين مع راهي في ثالث المراكز. المركز الرابع خلاوي مع المركز الرابع. مشاهدينا الكرام، الخلاوي ما هو بخلاوي، في وسط الزحمة يتواجد. مشاهدينا الكرام، ناصر بن راشد الجبر النعيمي مع المركز الرابع. المركز الخامس هنالك يحمل الرقم 5 ممتاز، عوض بن حمد بالدحبة العامري يختار المكانة الممتازة في منتصف هذا الشوط، وأتمنى أن ينتقل إلى مكانة أفضل وممتازة أيضا. متابعينا الكرام، محبينا في كل مكان والمتابعين عبر قناة أبوظبي الرياضية، الهدوء ما زال يسبق العاصفة حتى
هذه اللحظة. مشاهدينا الكرام، أعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. من يتواجد ومن يتواصل مع المركز الأول تابعوا هنا في زاوية معينة عبر قناتنا أبوظبي الرياضية. التكريم بمادة الزعفران لخيرة التي اختارت المركز الأول واختارت الخنجر، إضافة إلى المبلغ المالي الثمين 100,000 درهم. متابعينا الكرام، الثانية موصولة لكل الفائزين، من يريد التكريم، من يريد التتويج، بل إن الفوز بهذا المهرجان هو أكبر تتويج سوف يظل في ذاكرة التاريخ، خاصة في بداية موسم 2011. 4 كيلومترات، أغلقوا ملفاتها وأفتحوا صفحة جديدة باسم مودع. مودع متابعين الكرام الذي يشارك في أيام توديع لهذا المهرجان الذي نتمنى ألا نوادع هذا المهرجان. مودع مع المركز الأول، سعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان مع المركز الأول. مشاهدين الكرام، المركز الثاني، المركز الثاني يتواجد بطشان مع المركز الثاني. هل هو بطشان اليامي ام عبد الله بن ربيعان؟ نعم، عبد الله بن ربيعان السبيعي يقدم لنا بطاش مع المركز الثاني. مشاهدينا الكرام، بطاش بشعار عبد الله بن ربيعان السبيعي، الضيف العزيز القادم من المملكة العربية السعودية الشقيقة ليشارك هنا متابعينا الكرام، ويشارك افراحنا في هذا المساء الجميل. وصل الباز، الباز وسلالة الباز مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، يتواجد بو حمد عتيق بن قريح المري في عملية التضمير. المركز الرابع راهي، من يرهى على الدرع، من يرهى للفوز، راهي مع المركز الرابع محمد بن منصور الخيارين. المركز الخامس، مشاهدينا الكرام، المنافس على المركز الخامس ما بين عدة أسماء، هنالك ممتاز وهنالك الخلاوي، ولكن ممتاز ملك مبارك أو عوض بن حمد بالدحبة العامري. مشاهدين الكرام، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الشوط، الشوط بدأ يولع، الشوط بدأ يولع. يا سلام يا سلام على المقدمة. متابعين الكرام، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، وأعود إلى من احتل المركز الأول. ممتاز يا ممتاز، أدائك ممتاز وشعارك ممتاز وأنت ممتاز. ويا جماعة المسافة باقي طويلة، لحد يقول البلوي وهقني 2.5 كيلو، ما يتبقى عن الفوز، ما يتبقى عن الناموس، ما يتبقى عن الدرع، ما يتبقى عن الزعفران، ما يتبقى عن التتويج، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط وأعود إلى المركز الأول. ممتاز في الشوط الممتاز، في المساء الممتاز، في المهرجان الممتاز، مع المكانة الممتازة. الله يا ممتاز، عوض بن حمد بالدحبة العامري. المركز الثاني، ثاني المراكز مشاهدين الكرام، الباز مع المركز الثاني مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. أقول المين مبروك يا مبارك، أقول لك مبارك يا مبارك، أما أقول لأحد الضيوف مبروك أم المشاركين؟ المركز الثالث راهي محمد بن منصور الخيارين. المركز الرابع الخلاوي ناصر بن راشد الجبر النعيمي، وخامسا بطاش مع المركز الخامس عبد الله بن ربيعان السبيعي مع المركز الخامس. وهنالك أسماء، سوف أترقب كل ما هو جديد ومن القادم كي لا أنصدم
القادم كما رأيتم وتابعتم في الشوط الماضي. متابعين الكرام أعود إلى مقدمة الشوط. الله يا الثنايا، الله يا المتعة، الله يا الإثارة، الله يا شوط الدرع، الله يا شوط الدرع. الكل يبي يسجل ذكرى في هذا المهرجان، يريد أن يسجل النقطة. كيلو ونصف الكيلو، اللي يبي الدرع يروح يروح من هاللحظة. الكيلو الأخير روح، ما بعدها روح في الأمتار الأخيرة. ولكن المركز الأول، المركز الأول غير الباص، غير الباص واحتل المركز الأول، ووصل أيضا الخلاوي ناصر بن راشد الجبر النعيمي. وهنالك الباص مبارك من محمد بن زايد الخيارين، رقص شحاني جميل ويعرفون بعض جيدا. بينما المركز الثالث الحنيش محمد بن سهيل بن قاشور المزروعي. المركز الرابع سراب عبيد بن عيسى بن سبت الخيالي أو عبيد بن عيسى بن سبت الخيالي. وخامسا المركز الخامس من نصيف شاهين سعيد بن محمد بن هويمل. أعود إلى مقدمة الشوط. الله يا المقدمة، الله يا الأمور. اللي ما يشتغل آليه واللي عصا ما تضرب، الله يعين المضمرين والله يعين الأعصاب. عتيق بن قريع المري يقول أحيان أحس إن الزمن قاسي ولا يمكن يلين. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول. ولكن وصل وصل وتابعت الوضيحي، واضح يا الوضيحي، واضح واضح يا سعيد، يا ابن محمد، يا ابن محتوك، يا العامري المغامر المغامر في أقوى مغامرة، في أقوى مهرجان، في أجمل حضور، في أجمل تشريف، في أجمل درع. أرجوك ارفع الدرع عاليا، ارفع الدرع عاليا، وخلي شعارك يرفرف عاليا عاليا في سماء الوثبة. محمد بن معتوك العامري مع الوضيحي. الله سعيد بن محمد بن معتوك العامري. نعم مشاهدين الكرام، يشارك وهو سعيد، سعيد بانتزاع الدرع. وكم نحن سعداء بك يا سيدي وبحضورك الميمون. وها هو الوضيحي، الوضيحي ينتزع الدرع. سلام للهير، سلام سلام مسائي، سلام بالورد بالياسمين. بتحياتي نايف البلوي وزملائه إلى أبناء الهير. تانينا متابعينا الكرام لسعيد بن محمد بن معتوق العامري على فوز الوضيحي في المركز الأول. المركز الثاني الحنيش ملك محمد بن سهيل بن قاشوط المزروع. المركز الثالث من نصيب المهند سعيدان بن فواز الاعتابي. رابعا من نصيب الخلاوي ناصر بن راشد الجبر النعيمي. المركز الخامس، خامسا من نصيب سراب ملك عبيد بن عيسى بن سبت الخيالي. هنا التوقيت الزمني 13 دقيقة 9 ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا لمالك الوضيح سعيد بن محمد بن معتوك العامري على الفوز بالدرع، إضافة إلى المبلغ المالي 50,000 درهم. 13 دقيقة 13 ثانية جزئين من الثانية توقيت الحنيش. تهانينا لمحمد بن